بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أحكي عن شيء بسيط جدا متعلق باليوتيوب، كيف أنا ممكن أقص بعض الأجزاء من الفيديو الموجود على قناتي على اليوتيوب. بروح على هذه الأيقونة، بختار يوتيوب ستوديو، بعدين بختار فيديوز، بختار الفيديو اللي أنا بدي أعمل عليه قص مثل هذا الفيديو على سبيل المثال، بختار من هنا إيديت، لأن بتجيني هذه الواجهة. طبعا خطتي الآن أنا بدي أخلي، يعني في عندي هنا ورد، في عندي فراش، بدي فقط أبقي على الفراش اللي باللون البرتقاني، يعني هذول الفراشتين وهذول الفراشتين، والباقي الزهور الصفر والفراش الأزرق أنا بدي أحذفه. فكيف ممكن إحنا نعمل هذه عملية القص؟ باستخدام اللي هو تريم، اللي هو قص. بكبس هنا، طبعا في عندي عدة طرق. باجي هون مثلا بدي اقص من هنا لهنا، بمسك من هنا وبسحب، لا عفوا مش هيك، من هون هيك، ايوه. الان الشيء اللي صار يعني معتم شوي معناته هذا راح ينقص، معناته راح ينقص. ومن هنا نفس الاشي من الاخر باخذ، واتمنى اوصل للطرف اللي انا بدي اياه. طبعا حتى اتأكد بقدر انا اشغل واشوف، يعني اجي من هنا، اجي من هون، ماشي. طيب الان بدي اقص الورد اللي في النص، الورد اللي في النص. كيف انا ممكن اعمل هذه العملية؟ بقدر انا استعين بالامر اللي هو سبليت، سبليت بكبس عليه وبأشر على المناطق اللي انا بدي اقصها اللي هن هذول الثنتين. بضغط هون على سبيل المثال، وبعدين بحط المؤشر على السهم وبسحب، بحط المؤشر هنا، بعدين بضغط على سبليت فبصير لونه يعني غامق شوية، وبعدين بسحب بهذا الشكل. بنلاحظ انه المنطقة هذه صارت مظللة، معناته هي راح تنقص. والمناطق اللي هي مبينة يعني عليها شوية إضاءة، معناته هذه المناطق اللي راح تبقى في الفيديو. طبعا أنا بقدر يعني هذا الجزء المقصوص أنا أحذفه، يعني أتراجع، بس أنا بديش أتراجع، بدي هذه المنطقة أحذفها. فهنا بوقف المؤشر، بكبس على سبليت، هنا العمود بتعلم، بمد وين ما بدي حتى يتم إيش القص. طبعا اذا انا بدي اتراجع عن الامر بقدر اكبس هنا على اندو فبصير يتراجع يعني لورا. هاي تراجع مثلا. الان خلينا نرجع كمان مرة، انا بدي اقص هذولا، فهي المؤشر موجود هنا، بكبس على سبليت صار الخط اعرض، بسحب، فهذه المنطقة راح يتم ايش حذفها. فهنا بكبس الآن على بريفيو، خليني أشوف كيف راح يصير الوضع. أيوه بهذا الشكل بشغل حتى أتأكد إنه ما فيش إشي. بقدر أشغل من الأول وأشوف، أيوه مش ظاهر في الفيديو إلا فقط الفراش اللي باللون البرتقاني. إذا هيك الفيديو عاجب يعني الشخص مثل ما بده، خلاص بيعمل على سيف. الآن هنا بيجيني يعني رسالة تحذير إنه it might take a few hours، ممكن ياخذ يعني ياخذ وقت حتى إنه يحول الفيديو. بعمل سيف، طبعا بنتظر حتى إنه يعني يكون بعملية تحضير للفيرجن الجديد للفيديو. طبعا أنا رجعت وهي تم حفظ الفيديو، وممكن الواحد يتأكد كمان مرة يعمل بلاي ويشوف فقط، هي ببين فقط عندي الفراشات اللي هي باللون البرتقالي اللي أنا حددتها وخلاص. وهيك بيتم عملية قص أجزاء من الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.